حصيلة قتل الزلزال في أفغانستان تتخطى 1000 شخص. جو بايدن يثير ضجة واسعة بتصريحه عن الاستعداد للوباء القادم. مبروك عطية قد يعتزل بعد موجة غضب ضده بسبب فتاة المنصورة. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة العربية، فأهلا بكم. يوم أسود في تاريخ أفغانستان بعد سقوط أكثر من 1000 قتيل نتيجة وقوع زلزال شرق البلاد بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر. وكالة رويترز نقلت عن مسؤولين أفغان قولهم إن عدد القتلى مرشح للارتفاع لأن بعض القرى المنكوبة تقع في مناطق نائية في الجبال، وسيستغرق الأمر بعض الوقت لجمع التفاصيل، مشيرين إلى إصابة أكثر من 600 شخص بجروح متفاوتة، فيما أظهرت الصور منازل تحولت إلى أنقاض وجثثا ملفوفة بأغطية على الأرض. وسط تقارير تفيد بأن هذا الزلزال هو الأسوأ منذ عام 2002 في أفغانستان. ومن جديد عاد جو بايدن يتصدر حديث مواقع التواصل بعدما أثار ضجة بتصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي عن الاستعداد لجائحة أخرى. لدى سؤاله عن جمع الأموال من الكونغرس لتمويل حملات لقاحات ضد فيروس كورونا خلال الخريف، أجاب بايدن: نحن بحاجة إلى المزيد من الأموال، ليس لتأمين اللقاحات للأطفال فقط بل للتخطيط للوباء القادم، مضيفا: سيكون هناك جائحة أخرى، علينا التفكير في المستقبل. فيما ربط ناشطون على مواقع التواصل تصريحات الرئيس الأمريكي بما قاله مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس مؤخرا حال توقعه حدوث جائحة أخرى في السنوات المقبلة. بعد موجة غضب واسعة ضده عقب تصريحاته بشأن مقتل فتاة المنصورة نيرة أشرف، أعلن الدكتور مبروك عطية أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر أنه قد يعتزل الإعلام. الدكتور عطية قال في بث مباشر على فيسبوك: إن لقاء هذا قد يكون الأخير مع الجمهور، ربما يعود أو لا يعود. فيما كان ناشطون طالبوا بمحاكمته بعد تصريحات تزامنت مع مقتل نيرة، قال فيها: تتحجبي أو تحجبي أو تذبحي. رغم أن عطية خرج بفيديو آخر لتوضيح تصريحاته أكد فيه أنه لم يقصد فتاة المنصورة، لكن يتحدث بشكل عام عن أن لبس الحجاب يقلل نسبة الحوادث على حد تعبيره. بعدما كشفت مصادر مقربة من أمبر هيرد بأن مسيرتها في هوليوود انتهت عقب خسارتها القضية ضد زوجها السابق جوني ديب، تسعى الممثلة الشقراء لتأليف كتاب عن حياتها لتغطية قيمة التعويضات المطلوبة منها. صحيفة ديلي ميل أشارت إلى أن هذه المعلومة تأتي بعدما اعترفت الممثلة من خلال محاميها بأنها لا تستطيع تحمل دفع 8 ملايين دولار كتعويضات تمنح لجوني ديب خلال معركة التشهير. الصحيفة البريطانية أوضحت أن النجمة الأمريكية تجري محادثات جدية حول تأليف الكتاب، لافتة إلى أنها محطمة وتسعى إلى زيادة دخلها بأي طريقة. وفي خبرنا الأخير، تعهد مهاجم نادي مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو بدفع الخسائر المترتبة عليه بعد حادث تحطم سيارته باهظة الثمن. وسائل الإعلام انكشفت تعرض السيارة لحادث على يد أحد حراس النجم البرتغالي الشخصيين الذي كان يقودها، ثم فقد السيطرة عليها ما أدى لاصطدامها بأحد المنازل وتحطيمها في مدينة مايوركا الإسبانية حيث يقضي رونالدو إجازته، فيما أشارت تقارير إلى أن ثمن السيارة يصل إلى نحو 2 مليون يورو، وهي ثالث أغلى سيارة يمتلكها كريستيانو رونالدو.